صباح الفل، اهلا بحضراتكم. عارفين نفسي في ايه؟ نفسي في حاجه بسيطه جدا واعتقد ان احنا سهل قوي ان احنا نعملها. لما نشوف حاجه لطيفه، نشوف حاجه ناجحه، نشوف حاجه بتقدم خدمه جيده، يبقى قدامنا حاجتين نعمله. يا اما نساعد الحاجه اللطيفه دي، نساعد الكيان اللطيف ده اللي بينجح، ده اللي بيعمل حاجه كويسه، يا اما الحاجه الثانيه لو مش قادرين نساعد نسيبها في حالها. نسيبها في حالها يعني ايه؟ يعني ما نحبطش الناس اللي بيشتغلوا فيها. نسيبها في حالها يعني ايه؟ يعني ما نكسرش مقادفهم. نسيبها في حالها يعني ايه؟ يعني ما نحاولش نشوشر عليهم. لو مش قادرين نبقى في نفس المستوى الجيد اللي الاخر بيقدمه، على الاقل نحاول ما نشدهوش لمستوانا وننزله لتحت. الكلام ده بقوله ليه؟ الكلام ده بقوله في الحقيقة لأن في حاجات حصلت في الفترة اللي فاتت، أنا شخصيا معرفش، أنا مش سيء النية يعني، معرفش إذا كانت متعمدة ولا بتحصل بالصدفة. محاولات في ظل نجاحات لمستشفى 57-3-57، نجاحات بتحصل على أرض الواقع، توسعة سراير جديدة، فرع في محافظة أخرى، والذهاب إلى الأقاليم، مبادرات واحتفاليات وحملات عشان الناس تبقى أكثر دراية ووعيا بالمشكلة وكيفية مواجهة المرض الصعب. في ظل ده كله بتحصل حاجات أنا شايفها مش لطيفة. فكان قدامنا حاجة من الاتنين، يا إما نقعد نعمل زي الناس ونقعد نعرض الحاجات اللي المفروض انها ممكن تساهم في التشكيك وممكن تساهم في الشوشره، ونقعد نجيب مداخلات تليفونيه وازاي ده يحصل وعيبه وما يصحش ونكسر الدنيا ونولعها ونعمل مشاكل مع الناس ونحبط الناس اكتر ما هي محبطه في الحقيقه اليومين دول. بدل ما نعمل ده اللي كان سهل قوي، قررنا ان احنا نلقي الضوء على الحقيقه. اعتقد ان ده اسهل واكثر نجاح، نلقي الضوء على الحقيقة فيما يخص مستشفى 57-3-57، هذا الكيان المهم. وانتهزنا في الحقيقة فرصة احتفالية مهمة جدا اسمها لطيف، اسمها الشريطة الذهبية، أو خلينا نقول بشكل تاني ابتسامة ذهبية احتفالية بتوري الناس، بتفكرهم إن اليوم ده والشهر ده شهر مهم جدا للتوعية ضد مرض السرطان، وفي نفس الوقت بتشير إلى اللي بيتحقق على أرض الواقع. أنا اتكلمت كتير قوي، أنا عارف، خلونا ندخل في المهم وفي المفيد. ودكتور عمرو بيشاور لي، بقول اتكلمت كتير بيعمل لي كده، واضح يعني. خلوني ارحب بضيوفي الكرام، الدكتوره هناء فريد، مدير اداره الموارد البشريه بمستشفى سرطان الاطفال. اهلا بحضرتك، شرفتيني ونورتيني، خطوه عزيزه زي ما بنقول. الدكتور عمرو حسن، المدير الطبي لمؤسسه مصر للصحه والتنميه المستدامه، وكان احد المشاركين في الاحتفاليه الاخيره في مستشفى 57-3-57. اهلا بيك يا دكتور، اهلا بيك، شرفتنا ونورتنا. ابدا بحضرتك يا دكتوره، وخلينا نقول حاجات لطيفه تبهج الناس كده على الصبح الاول يعني، ونتكلم على المستشفى بشكل عام، لكن الاول اتكلم على الاحتفاليه. ليه عاملين احتفاليه اسمها الشريطه الذهبيه؟ ليه جايبين ناس تسعد وتبهج الاطفال في يوم زي ده؟ ليه قدمتوا نماذج لاطفال الحمد لله في طور العلاج دلوقتي وناس خفت؟ ليه جايبين فنانين وجايبين ناس لطيفة بيسعدوا الأطفال في هذا اليوم؟ ليه؟ إيه قصة يعني؟ إيه قصة؟ فاضيين مثلا فقلتوا نعمل يوم، ولا ده في إطار حاجة أكبر وأهم كان لازم تحصل في الشهر ده؟ يعني إحنا مستشفى 57 أهم حاجة عندنا الطفل المريض. الطفل المريض مش مجرد علاجه وحقنه وراس وعلاج كيماوي وعلاج اشعاعي، لا، انا باخد الطفل ككل، بهتم بعلاجه النفسي وعلاجه الترفيهي وغذائه وكل حاجه فيه بتهمني. شهر سبتمبر هو الشهر العالمي للتوعيه ضد مرض السرطان، واحنا عاملين برنامج قوي جدا عن التوعيه ضد مرض السرطان بطرق مختلفه، سواء كتيبات او اعلانات في التلفزيون، عاملين كرتون علاء والمصباح
عاملين الويب سايت، عاملين على الفيسبوك. مهم جدا ان انت توعي الناس، توعي الشعب. السرطان ده هو ايه؟ تقدر تتفاداه ازاي؟ هل السرطان ده بنخف منه؟ ايوه بنخف منه، والدليل احنا استضفنا اطفالنا وشبابنا وهم بنفسهم اتكلموا وقالوا ازاي ان هم اخذوا العلاج وخفوا ودخلوا الجامعات ودخلوا عندنا مدرسه ابتدائي واعدادي وثانوي، اتخرجوا من ثانوي، دخلوا الجامعات، اتجوزوا، خلفوا، وان السرطان فعلا بنخف منه. احنا في مستشفى 57 74.7% من اطفالنا الحمد لله الحمد لله بيخفوا. فانا التوعيه دي مهمه جدا. انا بروح ببعت قافله في المدارس في الجامعات بيتكلموا عن ازاي التوعيه ضد مرض السرطان، ازاي تتفاديه، ازاي تعيشي حياه صحيه سليمه، سواء بالغذاء او بغسيل الايدين، ازاي بالطهي، بالاكل، ازاي تنظمي كل حياتك بحيث ان انت تتفادي المرض اللي عنده. فاحنا بنهتم بالطفل، وعملنا الاحتفاليه دي تتويجا للشهر كله لكل الانشطه اللي اتعملت خلال الشهر، وجبنا نماذج حيه من شبابنا واطفالنا اللي دخلوا الجامعات، اللي درسوا في المستشفى، اللي اتعالجوا، واحنا بنسميهم المنتصرون. ليه؟ لانه كفاح، لانه حرب ضد مرض السرطان، وفعلا خفوا صغيرين وكبار، وكملوا يجوا في المستشفى كمتطوعين. ليه؟ عايزين يساعدوا اخوانهم اللي داخلين جديد وحاسين ان يمكن ما فيش امل قوي، هم بيقولوا لهم قصتهم وبيدوهم الامل. فكره الامل كمان اهم من فكره العلاج. يعني العلاج مهم جدا، بس أكيد. فكره ان انا اشوف نموذج تعرض للي انا تعرضت له والحمد لله ربنا كرمه وخف، واشوف قدامي واستغل فرصه زي الاحتفاليه دي واظهر النماذج دي، اعتقد انها مهمه قوي يا دكتوره. كمان ده الهدف الاساسي من الاحتفاليه، ولا كمان ان انا بحاول اعمل حاجه عشان تعالوا يا ناس بصوا ركزوا على اللي بيحصل، مش بتركزوا على الكيان بس او المستشفى بس، ركزوا على القضيه كمان يا وسائل الاعلام. انا عارف ان السياسه ممكن تكون لهياكوا، السياسه ممكن تكون وتفاصيل الحياه والاسعار ممكن تكون شغلاكوا، بس ركزوا ان في حاجه برضو مهمه اسمها في مرض لازم نوعي الناس منه ولازم نقيهم منه كمان. بص، مستشفى 57 بقت نموذج لكيان ناجح. احنا الحمد لله الدولة بتساندنا ومديانا ارض قدرنا نتوسع فيها. يعني احنا النهاردة 10 سنين المستشفى فتحنا ابوابها 7/7/2007، ولادنا اللي دخلوا اتعالجوا فيها النهاردة شباب متعلم وبتخرج من الجامعات. اول طفل شريف مبارك اتخرج وبيشتغل في المستشفى، بيشتغل في قسم نظم المعلومات، النهاردة موجود معانا بقى بصحته ومكمل حياته. نموذج ناجح بكل المقاييس. فالحمد لله احنا بنقول للناس تعالوا بصوا، تعالوا زوروا، شوفوا الاف الاولاد اللي نجحت. شوفوا احنا من 10 سنين كنا 180 سرير، النهارده بقينا 320 سرير، زودنا 60 سرير تاني، زودنا 60 سرير في طنطا. الارض اللي الدوله ادتها لنا هنبني عليها مجمع طبي متكامل، في 300 سرير زياده، وفي عيادات خارجيه. ليه؟ لان انا عندي الافات من الشباب خفوا، فهل انا خلاص ما اعرفهمش؟ لا لا لا، ده انا هكمل معاهم مدى الحياه، يجوا لي مره في السنه اطمن عليهم، بيتجوزوا ويخلفوا ويكملوا حياتهم. فانا عامله عيادات خارجيه علشان اشوف كل الشباب اللي خف ومكمل حياته، عامله اكاديميه للعلوم الطبيه. لان استفاد ايه ان انا عندي مستشفى قديمة 320 سرير ومستشفى حديثة 300 سرير، يعني حوالي 620 سرير، وما عنديش كوادر. أنا ما كانش عندي كوادر طبية قوية، أنا هعالج إزاي؟ ما هو يعني لازم أعالج بتقنية عالية. أنا النهاردة عاملة شهادات زمالة مع جامعة هارفارد، مع دانا فاربر إنستيتيوت بأمريكا. هل هارفارد تديني اسمها كده؟ ده في ثقة قوية جدا. صحيح. ثقة قوية في المنظومة وفي الإدارة وفي الناس اللي بتعالج. فأنا النهاردة عندي 5 شهادات تمريض، طب، صيدلة، في كل مع زمالة مع جامعة هارفارد علشان المبنى الجديد. طب هل أنا هفضل أقول للناس ساعدوني؟ بصراحة هفضل أقول لهم ساعدوني، لأن المستشفى دي مش بتاعتي، المستشفى دي بتاعت الشعب المصري، بتاعت كل الناس اللي ساهمت فيها، ساهموا بوقتهم، ساهموا بدمهم،
ساهموا بفلوسهم، فدي مستشفيتهم. فأنا النهاردة لازم برضو أعمل كيان يصرف عليها. أنا بعمل أوقاف خيرية. طيب هنرجع نتكلم على الأوقاف الخيرية وكمان على الكوادر اللي موجودة في المستشفى والسبب اللي بيخلي الناس اللي بتدخل المستشفى دي أو أهلهم لما بيطلعوا من المستشفى، من أكتر الحاجات اللي بيركزوا عليها شكل التعامل جوه المستشفى، وأعرف إيه الاختلاف، يعني إيه المناخ اللي يخلي الناس اللي شغالة سواء أطباء أو ممرضين أو حتى موظفين يتعاملوا بهذه الدرجة من الرقي مع المرضى وأهلهم، ونماذج تانية ممكن نلاقي تعامل مختلف، إيه اللي بيحصل؟ المناخ ده بيتخلق إزاي؟ هرجع لحضرتك وأسألك، لكن الحقيقة حابب أسأل دكتور عمرو على فكرة الوقاية. حضرتك كنت مشارك في هذه الاحتفالية، تشارك في حملات مماثلة ونماذج مماثلة، أهمية الوقاية. احنا عارفين مهما وصلت قوة مستشفى 57 أو غيرها من المستشفيات، مهما وصلت إمكانياتهم المادية، صعب إن احنا يتم تفريغ كل هذا العدد من المرضى ونلاقي له أماكن ونلاقي له مستشفيات ونلاقي له قدرات تستوعبه سواء مادية أو كوادر طبية أو غيره. يبقى الحل الأسلم اللي الناس كلها بتعمله من فترة طويلة جدا في العالم، إن هم يحاولوا إن المرض ما يوصلش أصلا للناس. أهمية الوقاية والتوعية وأسهل الطرق للوصول بالمعلومة للناس اللي ياخدوا بالهم عشان ما نضطرش كل شوية نقول إحنا محتاجين بس مش لاقيين أماكن، مش لاقيين إمكانيات. الناس بتقولك الوقاية خير من العلاج، أنا بقولك لا، الوقاية تغني عن العلاج. لو الناس عرفت إيه هي المرض، عوامل الخطر، ممكن نتجنب أصلا إن إحنا يجينا المرض. في بلد محدودة الموارد زي مصر، أنا ما ينفعش أستنى لغاية ما الناس تعيا وأبدأ أعالجها. مش بس في السرطان، قيس على كل حاجة. احنا مشكلتنا ان احنا عندنا دايما مراتب عالميه في ترتيب الضغط والسكر والقلب والكوليسترول وفيروس سي، بس احنا عاوزين نقول حاجه ايجابيه. مش الهدف ان الناس يجي لها فيروس سي واجيب لهم علاج فيروس سي، الهدف ان انا اوعي الناس فيروس سي بيتنقل ازاي فما يجي لهمش فيروس سي. اعلم اولادنا وبناتنا من هم صغيرين الضغط والسكر والقلب عشان ما يجي لهمش، فبالتالي ما احتاجش ان اعالجهم. اوعي الناس يعني ايه سرطان وازاي عوامل الخطر بتاع السرطان عشان ممكن نحميهم في يوم من الايام من السرطان. بره حسبوها، الدولار اللي هتصرفه في الوقايه هيساوي 8 دولار كنت هتصرفهم في العلاج. فبلد محدوده الموارد زي مصر ما قدامكش الا حل واحد بس، تتبنى ثقافه الطب الوقائي، وده اللي احنا متبنيينه عندنا في المؤسسه، مؤسسه مصر للصحه والتنميه المستدامه، متبنيين ثقافه الطب الوقائي. بس لما لقينا مشكله واحنا بننشر ثقافه الطب الوقائي، لو ركزت كده وانت في المدرسه، في ابتدائي، في اعدادي، في ثانوي، في الكليه، في شغلك، عمر ما حد اتكلم معاك عن اهم حاجه في حياتك وهي صحتك. ولو اتفرجت على التلفزيون او اي حاجه، على فكره ان انت هتفهم بتتكلم دلوقتي وانا بسترجع إيه؟ سنين عمري في الدراسه وغيره. لا ده كان موضوع كانوا مركزين معاك قوي في التاريخ، الاسره 18 و19، بس ما كلموكش عن اهم حاجه في حياتك وهي صحتك. هي الفكره ان انا اعيش ولا ان انا اكون مستمتع بحياتي وان انا اعيش حياه صحيه. فلما ابتدينا نتكلم مع الناس عندنا مشكله. لما اجي اكلم واحده مثلا وعاوز اكلمها عن سرطان الثدي وعامل خطر، تقول لي يا ساتر يا دكتور انت هتفول في وشي. فيبقى عشان من وهي صغيره عمره ما حد اتكلم معاها عن المرض. ومشكلتنا برضو في التلفزيون في الاعلام ايه؟ لو اتفرجت على التلفزيون كتير اوعدك انك تفهم في الافلام، في الدين، في السياسه، في الكوره هتبقى خبير، بس تيجي عند الصحه هتبقى برضو مش قادر انك تفهم. فيبقى احنا عندنا جهل بالثقافه الطبيه في مصر، بس هو جهل مركب. يعني ايه جهل مركب؟ يعني انت ما عندكش المعلومات الطبيه بس انت مش شايف ان دي مشكله، فانا لما اجي هتكلم معاك انت ممكن ما تهتمش انك تسمعني. فاكتشفنا في المؤسسه ان احنا لازم ننشر ثقافه الطب الوقائي بس بطرق مختلفه، قلنا لازم نعمل طرق مبتكره. فابتدينا نشتغل على الاطفال جنبيه كراريس التلوين دلوقتي، كراسه تلوين اسمها عاليه تحدى التدخين، كراسه تلوين اسمها ليلى وعظامها الهيلة. الطفل الغني زي الفقير، هما الاثنين يحبوا ان هما يرسموا ويلونوا. عملنا في كراسه تلوين عاليه تحدى التدخين تحكي لك طفل اسمه علي، شاف اصحابه بيشربوا سجاير. علي هيركب تايم ماشين، آلة زمن، هيسافر 40 سنة، هيشوف أصحابه اللي يشربوا سجاير إزاي بقوا مرضى قلب، أصحابه يحكوا له إن هم ندمانين، مش عارفين إن هم يبطلوا سجاير، فلوسهم ضاعت على السجاير، فعلي يرجع لأصحابه تاني في المدرسة فيبدأوا حملة ضد التدخين، عاملين كراسة تلوين اسمها ليلى وعظامها الهيلة، يحكي لك إن مدير المدرسة جاب ليلى يسألها ليه الأطفال في مصر بقوا قصيرين ورجليهم مقوسة، ولو أنت ركزت كده هتلاقي ولاد ناس أصحابك ابتدى الأجيال بيطلعوا أقصر، رجليهم مقوسة. دي حاجة اسمها تقزم. تقزم دي بتحصل ليه؟ ما بقاش في مصر ما بقاش فيه رضاعة طبيعية، ما بقاش فيه اهتمام بمنتجات الألبان. لو دخلت أي كافيه تلاقي الطفل من هو عنده 3 سنين قاعد بيشرب مشروبات غازية.
خليني اقول لك رقم بس هو صعب. المسح السكاني الاخير لمصر اللي هو بتاع 2014، نتائج وزير الصحه كان اعلنها في 5/5/2015، مكان زي الدقهليه 64% من الاطفال عندهم تقزم. انت عارف الرقم ده معناه ايه؟ بعد 15 سنه مش هلاقي حد دخله لا كليات عسكريه ولا كليات شرطه. فيبقى قلنا لازم نحارب حاجه مثلا زي حتى هشاشه العظام، فعملنا كراسه تنوين ليلى وعظامها الهيله. فليلى هتفكر لما مدير المدرسه يسالها، هتركب ماشين، هتسافر جوه عظم احد الاطفال، هتفهم ان العظم ده مكون من كالسيوم وفيتامين دي، فتسال الدكتور يقول لها الاطفال لازم يشربوا لبن، لازم يشربوا مشروبات غازيه، واللي انت هتعمليه دلوقتي هو اللي هيحميكي لما تكبري من هشاشه العظام. طيب ده او دي مجالات كتيره جدا مهتم فيها بالتوعيه. الانتقال الى سرطان المرضى، سرطان من الاطفال، والتعاون مع المستشفى والمشاركه في احتفاليه زي الاحتفاليه الاخيره والشريطه الذهبيه، اللي عايز اكرر بس للدكتوره هناء اللي قلت لك قبل الهوا ان انا زعلان منك ان انت ما جبتليش الشريطه الذهبيه دي. حاضر. وانت جايه لا 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 خلاص، هو حصل طبعا. مش هنقدر نتدارك اللي حصل خلاص يعني. فخليني اقول لحضرتك يا دكتور عمرو، ازاي او السبب في الاشتراك في حمله زي دي؟ ليك نشاطات، والمؤسسه اللي حضرتك مدير طبي فيها ليها نشاطات في مجالات عديده، لكن الدخول فيما يخص سرطان الاطفال والتعاون مع مؤسسه وكيان كبير زي مستشفى 57. احنا طبعا اتشرفنا بوجودنا يوم الاربعاء اللي فات كان في مستشفى 57. ليه احنا اهتمينا بالسرطان؟ لان احنا جزء من شغلنا بقول دايما قضيه المراه والطفل ما ينفصلوش ابدا عن بعض. لو اشتغلنا على اطفالنا من دلوقتي بالتوعيه زي ما بحكي لك، هتخلق بعد 20 سنه جيل متعلم عنده ثقافه طبيه، ما يلاقي، مش محتاج دكاتره يكلموه، مش محتاج ان هو حد يقعد يتكلم معاه عن صحته. فكان لازم ان احنا نشتغل على الاطفال. الجزء الثاني ان انا بقول الست، ما هي في الاساس هي بنوته صغيره، فكان لازم نشارك ولادنا الصغيرين. وجزء من مشاركتنا اكتر حاجه لينا احنا نفسنا تديك ايجابيه لما تكون وسط اطفال. اليوم ده ليه معنى جميل جدا، ويوم حتى ليه معنى للبلد جميل. انت تقدر تحارب اي حاجه وتقدر تنتصر عليها. يعني البلد لو انت بتقول عندها اي مشاكل، أفين انت قدرت تحارب السرطان اللي الناس بتقول لك ان السرطان ده بيموت؟ لا، ده انت شفت قدام عينيك اطفال انتصروا على السرطان. صحيح. فكان لازم ان احنا في اليوم ده نكون جنب اولادنا اللي انتصروا، نقول لهم مبروك، ونتمنى لكم في حياتكم اللي جايه حياه مزدهره، ونقول لاولادنا اللي داخلين ان هم يحاربوا ان شاء الله هتنتصروا. صحيح. من ضمن الافكار اللي احنا كنا عاملينها اللي هي مسرح العرايس، كان بيحكي لك قصه طفلين، واحد انتصر على السرطان وبيحكي للطفل الجديد اللي هيبدا السباق وبيسلمه الرايه وبيحكي له ايه اللي منتظره في السباق. فكان مفروض وكان ضروره ان احنا يبقى موجودين في اليوم ده جنب اولادنا، نزود عندهم البهجه. صحيح. ومش لازم يعني الكلام عن المرض يكون مرتبط بالاكتئاب والحزن والغم. يعني احنا شايفين امامنا دلوقتي مشاهد مبهجه ومشاهد مفرحه من الاحتفاليه، احتفاليه الشريطه الذهبيه الثاني، الدكتور هناء ما جابتليش واحده منها. شايفين مشاهد لطيفه جدا، اطفال سعداء وحاجه جميله، وكمان بتخلينا يعني دكتور عمرو برضو قال حاجه لطيفه، بتخلي الطفله من وهي صغيره تعرف التوعيه فيما يخص المرض ان هي مهمه، مش محتاجه او مش محتاجين نستنى لما تكبر عشان نقول لها انت اهم او انت الاهم. فالموضوع بيبقى من بدري. طيب خليني ارجع تاني للدكتور هناء، وتطرقتي لحاجه مهمه جدا يا دكتوره هناء، وكانك بتجاوبي على اسئله المفروض اسالها لحضرتك او الناس بتسالها. هو طيب الكيان الكبير ده، الكيان المهم ده، الكيان الناجح ده، هيفضل قائم طول عمره على التبرعات، ولا انتوا طالما عندكم افكار كده، طالما عندكم مجهود، وطالما عندكم كوادر بتبتكر فيما يخص علاج المرضى، لا ما تبتكروا كمان حاجات في على الأقل من تقليل نسبة التبرعات في الإنفاق على هذه المستشفى؟ بتكلميني على مشروعات قادمة ممكن تعمل ده؟ الأوقاف الخير. أنا هقول بس على موضوع الابتكار ده، إحنا فعلا مستشفى 57 بقت أهل خبرة. يعني إحنا بيجي لنا من بلاد عربية يقولولنا بتعملوا إيه لتنمية الموارد اللي هو الفاند ريزنج، علمونا. بيجوا يقولوا المستشفى دي مبنيه بطريقه هندسيه مدروسه جدا للمستشفيات، احنا عايزين نعرف الخبره بتاعتكم في هندسه المستشفيات. بيجوا لنا يعني
للطب للتمريض. وزارة الصحة بتبعت لنا تمريض يتدرب وياخد الخبرة بتاعت مستشفى 57. حضرتك سألتني عن الإحساس اللي جوه المستشفى إن إحنا مهتمين بالطفل، مهتمين بإنسانيته. إحنا عندنا كتيبات اسمها واجبات الطفل المريض وأسرته، واجباته وحقوق الطفل وواجباته. هو ليه حقوق، ليه حقوق عليا أنا أشرح له ايه المرض وازاي الوقايه منه وازاي الام تتعامل مع الطفل المريض ده لما يرجعوا البيت، لان الطفل بيبقى ضعيف وسهل ان هو مناعته قليله وسهل ان هو عرضه انه للامراض. فازاي انا بديها معلومات. في عندنا تمريض اسمه يدرس الام واهلها ازاي يعاملوا الطفل المريض. فكل ده منظومه متكامله ان انا اوصل الطفل للشفاء. فالحمد لله انا بقيت اهل خبره بيجوا من مستشفيات مختلفه من بلاد عربيه، ان هم يجوا يتعلموا مننا في كذا حاجه ويتدربوا على الطب وعلى الجراحه على العلاج الاشعاعي المتطور جدا. بتسالني على المستقبل. المستقبل المستشفى قائمة على التبرعات، اتبنت بالتبرعات. صحيح. وهتكمل بالتبرعات، لكن أنا لازم أكون ذكية أكتر. إن أنا أعمل لي حاجة موازية. الموازي ده هو الأوقاف الخيرية. الأوقاف الخيرية دي قوية جدا، بحيث إن أنا هبني منشأة تعالج الأطفال علاج إشعاعي اسمه البروتون ثيرابي. وزي ما قلت لحضرتك دي مش موجودة ولا في أفريقيا، موجودة في بلد واحدة في جنوب أفريقيا، ومش موجودة في الشرق الأوسط، مش موجودة حتى في شرق أوروبا. يعني بلاد شرق أوروبا الجهاز ده جديد، موجود في أمريكا وأوروبا الغربية، فهيبقى موجود في مصر. أولا هيعمل لي اللي هو السياحة العلاجية، هتدخل لي دخل مصر. الكبار بالفلوس هيدخل لي دخل، لأولادي أنا دايما ببلاش لأن ده جزء من علاجهم. لكن أنا عاملة حاجة حديثة وجديدة مش ليا بس مستشفى 57، عاملاها البلدي. يعني أنا مهم جدا إن أنا أرتقي بالخدمة الطبية، يجوا الناس تتدرب على الجهاز الجديد ده، أدخله في مصر أول مرة، أدخل تقنية جديدة. انا افتكر ان احنا من 10 سنين لما ابتدينا المستشفى دخلنا البات سي تي. البات سي تي ده ما كانش فيه غير واحد بس في مصر، واحنا دخلنا تاني واحد. ده كانت تقنيه جديده. النهارده في 10 15 جهاز من البات سي تي ده. من 10 سنين كان مستشفى 57 هي الجمعيه الخيريه اللي بتبتدي يعني وعدت وأوفت إنها هتبني مستشفى 57، وفتحناها في 2007. النهاردة جمعيات خيرية للكبد وللقلب وللحروق والحمد لله. المجتمع المدني ليه دور مهم جدا، وإحنا مع المجتمع المدني ومع بلدنا، بحيث إن إحنا بنعمل توعية، بنعمل خبراتنا بنقدمها لكل الناس. إحساس المجتمع المصري حضراتكم أكتر ناس تلمسوا ده، سواء بالتواجد او التطوع للمشاركه في المستشفى او حتى التبرع. الزخم اللي كان موجود في بدايه المشروع لسه موجود عند الشعب المصري، اللي هو الناس عايزه تتبرع، الناس مقبله، الناس عايزه تشوف، الناس عايزه تزور، الناس عايزه تقف جنبكم، الناس عايزه تشترك معاكم. نفس القوه لسه موجوده، بقت اكبر، بقت اقل دلوقتي؟ توصيفك ليها ايه؟ بص، الحمد لله الحمد لله. المهم يبقى عندك مصداقية. لما أنا أقول لحضرتك أنا هعالج وهعالج إن أنا أخفف الأولاد، إن أنا هفتح وحدة جديدة الستين سرير الجداد، وبوفي بوعدي، ده بيخلي الناس بتديني مصداقية. بيجولي مرة واثنين، واللي مش مصدق يجي يشوف. أبوابي مفتوحة، مفتوحة 24 ساعة، مفتوحة 7 أيام في الأسبوع. كل الناس سواء حتى الأجانب، حتى السفارات الأجنبية والمصرية والعربية بييجوا يزوروا، بيشوفوا بعنيهم. لما بتشوف فعلا إن إحنا بنعالج الأطفال زي ما أنت قلت بروح وبعلم وبجدعنة وبصدق، وإن الأولاد يعني في ناس تقول لي لا أنا مش عايزة أشوف الأولاد بتتألم. لما بييجوا يشوفوا الأولاد في أوضة الألوان والعلاج بالفن، لما يشوفوهم أكلهم جاي لهم مقفول ونضيف ومغلف، والطفل اللي عنده غثيان ومش قادر ياكل اكله بيتشال، وبعديها بساعه نفسه في مكرونه، نفسه في بيتزا بتطلع له، لان اولادنا دون ضنانه واحنا بنهتم بيهم، فعلا بنهتم بيهم.
فتحس ان الجو العام كله مؤهل انه العلاج تخف، ان الاولاد يخفوا. الام اللي بترجع القريه بتاعتها او المحافظه بتاعتها وما عندهاش فلوس انها ترجع تاني تتعالج، احنا عندنا السوشيال ورك او الخدمه الاجتماعيه بيكلموها، ما جيتيش في ميعادك ليه؟ خدي فلوس القطر، خدي فلوس الاوتوبيس وتعالي ياخد. انه يبقى المنظومه كلها متكامله، ان هو يجي في ميعاده وياخد علاج متكامل، وما اقدرش اقول له لا سريرك مش فاضي ما عليه ناس. ان انا ماشيه في طريق واضح ومرسوم وثابت وعندي قوانين ولوائح وحقوق للمريض وواجبات للمريض موجوده واضحه للكل، الممرض مبسوط، الطبيب بيعمل الابحاث بتاعته الطبيه وبتتعرض في مجلات عالميه، بيحس ان هو بيحقق ذاته. يعني هو مش بس بيعالج وبياخد ماهيته مع السلامه، لا، بيعمل ابحاث وبيعمل تطور، بيسافر يعالج، بيعمل مؤتمرات طبيه، كل ما هو جديد في الطب وفي الصيدله وفي التمريض. فالحمد لله احنا ماشيين رؤيتنا واضحه وقادرين نحققها. والناس الولاء، الناس لما بتيجي، اللي مش قادر يتبرع بقرش بيتبرع بدمه، اللي مش قادر يتبرع بقرش ومش قادر يتبرع دي الدعوه اللي حضرتك بيتبرع بوقته. المتطوعين دول مهمين جدا بالنسبه لي. دي الدعوه اللي هطلب من حضرتك يعني احنا يعني في ختام الفقره انك توجهيها للناس وتعرفيهم ان القصه مش في فلوس بس، القصه في اشكال تانية كتير قوي ممكن الواحد يساهم بيها. لكن عايز اسالك يا دكتور عمرو، اهميه ان المنظومه ما يكونش داخلها واسطه، أهمية المنظومة ما يكونش داخلها محسوبية، أهمية إن أنا أبقى مطمن حتى لو أنا مش قادر أدخل ابني المستشفى دلوقتي عشان الأسرة يعني ممتلئة وعليها ناس، إن ده مش نتيجة إن في حد تاني يعرف حد جوه المستشفى أو مدير المستشفى أو دكاترة أو هو ذو نفوذ أو سلطة فبيتكلم يقول لهم في الطفل الفلاني فيدخله. أنا بحكم مشاهداتي وبحكم معلوماتي، وده اللي انا مسؤول عنه، لو في حاجه غير كده يبقى الله اعلم، يعني بتكلم بحكم اللي انا اعرفه، ان ايا كان اللي بيتدخل عشان يدخل طفل في المستشفى دي ويكلم حتى راس المؤسسه او اي حد من العاملين في المؤسسه لا يجدي هذا نفعا. ما بيتصرفش في مستشفى 57 357، هو بيتصرف في حاجات كتيره قوي وفي مؤسسات كتيره قوي للاسف عندنا في مصر، بس في المستشفى دي ما بيمشيش معاهم الكلام ده. هو في دور وفي تفاصيل معينة وفي حالات معينة هي دي اللي بتدخل المستشفى في مواعيد. أهمية إن الناس تبقى مطمئنة إن ده اللي حصل، أهميته في الإحساس بالرضا والإحساس بإن المؤسسة دي بتنتمي للناس زي ما هم بينتموا لها. عدم دخول الواسطة والمحسوبية، احنا عارفين كل واحد عنده طفل مريض أو أي حد بيوسط حد عشان طفل مريض بيبقى عايزه بسرعة شديدة جدا يدخل المستشفى، إنما ده مش موجود. أهمية النظام ده. في بداية الاحتفالية كان الدكتور شريف أبو النجا مدير المستشفى كان لسه بيحكي القصة دي بالظبط، قال لك قبل ما نبدأ الاحتفالية صحيح. مش عارف مين كان بيكلمني على طفله وقلت له نفس الرد. والكلام ده مهم إنه موجود، ومش مهم في كل مؤسساتنا، لازم الفكرة دي موجود، إنك تقضي على قصة الواسطة، ده اللي بيزود ثقة الناس في المكان، ده اللي يزود إحساسك بالأمان، ده اللي يخليك تطلع من جيبك الجنيه وتتبرع، سواء تتبرع بوقتك أو بفلوسك، إنك تحس إن المكان ده فيه حاجة مختلفة. يعني كنت حتى لسه بقول للدكتور شريف بعديها إن هو بقى فيه روح 57 357. الروح دي لو موجودة في كل المؤسسات المصرية هتقدر إن أنت تختلف، يعني بقول إن أنت الروح دي هي اللي خليتك من أعلى المستشفيات في العالم. فيبقى المشكلة في مصر مش في المواطن المصري، هي المشكلة في السيستم. حط سيستم زي بره التزم بيه هتبقى أحسن منهم. صدقني لما بنتعامل مع الأجانب العقلية المصرية أعلى بكتير. عندك جينات وارثها، جينات 7000 سنة من الذكاء من القوة، بس هي المشكلة في السيستم. أنا الجينات دي لو حطيتها في سيستم غلط هو اللي بيخلي الدنيا تقع، بينما لو أنا حطيتك في سيستم زي سيستم بره أنت بتتفوق على اللي بره، لأن أنت وارث جينات عندها 7000 سنة، 7000 سنة من القوة من الذكاء، عندك حضارة. صدقني الدول اللي عمرها 30 سنة و200 سنة عمره ما يبقى عندك الجينات اللي عندك اللي انت وارثها، بس هي نمشي على التراك الصح. 57 ابتدوا التراك الصح. اتمنى ان كل المؤسسات المصرية كل الوزارات انك تقف بس على الطريق، وانس ابتديت على الطريق الصح صدقني هتعدي كل الدول. بلد زي مصر بامكانياتها بناسها بشعبها بناسها اللي واصلة، حتى بقول لك مع ربنا ان انا لما كنا بننزل حتى كرة فقيرة بتشوف ازاي الناس راضية ومبسوطة من غير ما يكونوا شايفين حاجة اصلا في الدنيا حاجة تخليهم يبقوا مبسوطين.
ربنا هيحفظ البلد دي وهيخليها تكون في يوم من الايام احسن، بس نمشي بس على التراك المظبوط زي 57، امشي على التراك المظبوط ودي هتبقى حاجه معديه. والقوه كمان مش انك تمشي على التراك المظبوط، انك تتحمل اللي يحصل لك نتيجه ان انت بتمشي على التراك ده. يعني تتحمل، انت عامل نظام، فلما يجي يكلمك حد مسؤول كبير او ما يجي يكلمك حد رئيس مؤسسه اعلاميه مثلا، ما يقول لك دخل لي الطفل ده وما تدخلوش، فتتحمل ان انت بعد كده هتنتقد في القناه اللي هو بيمتلكها، تنتقد في الصحيفه اللي هو بيمتلكها. يعني التحمل اعتقد ان هو اهم كمان من ان انت تبدا تمشي على هذا الطريق. دكتور، النجاح صعب وانك تحافظ عليه اصعب، وساعات بيبقى النجاح في مصر بيبقى صعب جدا، لان انت لما بتنجح وبتشتغل وبتبذل مجهود انت بتعري وبتكشف اللي ما بيشتغلش، بتعري وبتكشف اللي هو ما عندوش اصلا لا امكانيات عقليه ولا اي حاجه. فانت لما بتبان وتنور، لما تعمل مكان وتخليه ينور، اللي حواليك هيتغاظوا، فما يبقاش قدامه غير ان هو يحدفك بالطوب. بس يعني رساله بنقولها ل 57، استمروا، انتوا كنتوا حاجه ايجابيه، عديتوا مؤسسات كتير خليتهم ان هم يعملوا زي ما الدكتوره هنا قالت في الكبد وفي القلب. نتمنى ان كل الناس نتعدي من بعض، بس نتعدي في الايجابيه ما نتعديش في السلبيه. صحيح. طيب خليني اسالك يا دكتور، انا اكيد يعني اكيد ده بيبقى شاغلني، واكيد احيان كتير بيبقى واجع قلبي، فما بالك حضرتك مثلا وما بالك حضراتكم في المستشفى وانتم شايفين طول الوقت الخدمه المتميزه اللي انتم بتقدموها والعلاج الامثل اللي انتم بتقدموه، الرعايه الافضل اللي انتم بتقدموها في المستشفى، فاكيد قلبكم بيتوجع على الاف الاطفال اللي انتوا عارفين ان هم يتمنوا ان هم يكونوا موجودين هنا. انتوا شايفين بقى، انتوا شايفين، وقد تروا ايضا ان ناس بتيجي مثلا على الباب ونفسها، او ناس بتكلمكم شخصيا بتقول لكم عايزين. بشكل شخصي بتتعاملي مع ده ازاي؟ يعني بيبقى نفسك ايه اللي يحصل؟ انا عايز يعني اسال حد من جوه الموضوع نفسه، وانت عارفه هي دي امكانيات المستشفى وايه دي حدودها، بس بتحسي ايه في اللحظه دي وبتتمني ان بكره ايه اللي يحصل؟ بص، هو أصعب حاجة، أصعب حاجة إن تقول لطفل والوالد طفل ما عنديش مكان، وده اللي إحنا بنسعى بيه. يعني بقولك في خلال 10 سنين ضعفنا المستشفى، عشان إيه؟ عشان ما أقولوش لأ. بنبني ليه مستشفى جديد 300 سرير تاني وبتوسع علشان ما أقولش لأ. أصعب حاجة، مش سهل، مش سهل أبدا، ولكن إحنا ما بنسيبش برضو الطفل المريض ده، بنحوله لجهات ولمستشفيات تانية، لمعهد أورام، معهد راس، لمستشفى بوريش، بنكمل معاه. لو هو عايز تحاليل أو عايز أشعات أو عايز حاجة معينة، إحنا برضو بنحاول نقدمها له. إحنا بنساعد مستشفى معهد الأورام، عملنا لهم كل العيادات الخارجية، 44 عيادة خارجية، وبنكمل للصيانة والمينتنس للمستشفيات دي، بنحاول ندرب التمريض، بنحاول يعني احنا بنساعد ونساعد، متداخلين مع مؤسسات مع أخرى كمان لرفع كفائتها، مع معهد الأورام بالذات، جمعية أصدقاء الموادرة القومية ضد السرطان بتساعد معهد الأورام في حاجات كتير، بنساعد 500 500، بنساعد الدولة عموما انه ما نقباش احنا الجهة الوحيدة ده اللي بتعالج مستشفى السرطان، لازم يبقى فيه جهات كتيرة زي ما احنا عملنا في طنطا، يعني المفروض يبقى فيه في الصعيد وفي البلاد التانية. فاحنا الطفل المريض حتى لو بقول له ما عنديش مكان النهاردة، أو بحاول أعمل يبقى على ليستة بحيث إن هو في خلال كام يوم لو فدي سرير أدخله، لو هو راح اتعالج في أي جهة وعايز تحاليل أنا بعملها له، وبرضه بشوفه ما بسيبوش على قد ما بقدر. اعذريني في السؤال ده يا دكتورة هناء، بس عشان أنا حابب السؤال أكتر، حابب الإجابة أكتر من السؤال اللي أنا هسأله. في لحظة من اللحظات كده في حد ممكن يقول هي المستشفى دي كيان مستقل جوه الدولة، يعني شغالة مع نفسها، بتاخد التبرعات، بتعمل اللي هي عايزاه، بترفع الخدمة لأعلى مستوى، طب ما هي كان ممكن تعمل أقل شوية وتزود عدد الناس، والتنظير والاقتراحات والآراء والأفكار. مستشفى 57 مين اللي بيبص عليها ويقول لهم برافو كده انتوا شغالين كويس، او لا خدوا بالكم، او مستشفى 57 والمسؤولين عليها عارفين ان مين هيبقى بيتابع اللي هم بيعملوه في هذه المستشفى؟ هي حاجة لوحدها كده جوه مصر، ولا هي مؤسسة داخل الدولة المصرية وتابعة لقوانين الدولة المصرية؟ انا عارف السؤال ممكن يكون بسيط وممكن مستغرب بالنسبة لي، بس انا بتكلم على الكلام اللي بيتقال في
في بعض الاحيان للناس؟ اولا انت ما ترضاش ان المستوى يبقى اخد ناس أكيد. اكتر ومحدش هيرضى ان انا مستواي الطبي والعلاجي يبقى اقل عشان اخد اعداد اكتر، ده غير مقبول تماما. تمام. ده نمره واحد. مستشفى 57 دي مؤسسه مستشفى سرطان الاطفال، دي مؤسسه خيريه مشهره بوزاره التضامن الاجتماعي. تمام. وتخضع لجميع قوانين التضامن الاجتماعي والمتابعه الدوريه. صحيح. والرقابه. مستشفى سرطان الاطفال هي مستشفى خيري تابع للمؤسسه، ده المشروع الخيري اللي هي تابع للمؤسسة، وطبعا واخد موافقة وزارة الصحة علشان. أكيد طبعا. مؤسسة مستشفى سرطان أطفال عندها مجلس أمناء، يمكن أنت ما تعرفش أساميهم، لكن دول ناس كلهم متطوعين، يعني مش موظفين، متطوعين علشان يديروا المستشفى دي ويعملوا لها الهوية بتاعتها ويعملوا لها الوجهة بتاعتها اللي تشتغل عليها، وإزاي يتطوروا وإزاي يتوسعوا. الناس دي هي رجال أعمال، أطباء، أساتذة، أساتذة الجامعة، فيهم وزير الصحة، فيهم محافظ القاهرة، فيهم من كل الجهات، بحيث إن الكيان ده هو بيحافظ عليها وبيراقبها، وهو اللي بيقرر تمشي في أنهي وجهة، نتوسع، نعمل إيه. فهي تابعة للدولة، طبعًا تابعة للدولة، لكن هي جمعية خيرية مستقلة. والدولة عارفة إيه اللي بيتصرف فيها وحجم التبرعات اللي بتوصل لها. أكيد. ده الكلام طبعًا للدكتورة كمان هناء عايزة تقوله، يعني كل شيء مراقب وكل شيء عليه عين الدولة عليه، وكل شيء كأرقام وكمعلومات. يعني بس عشان بعض المقالات اللي بتتكتب كده وبعض الأخبار وشوية الحاجات اللي بتتنشر على السوشيال ميديا خلال الشهرين ثلاثة، أنا دايماً بقول يعني أحب أكون حسن النية، فجايز يكون ده عن عدم علم. أرجع لحضرتك يا دكتور عمرو وأسألك على حب الناس في الاشتراك في شيء جيد بيحصل حتى من غير القدرة المادية أو من غير الاشتراك المادي، سواء في 57 والاحتفاليات اللي بتحصل أو المبادرات اللي بتحصل أو في حملات مشابهة ومماثلة. إيه الناس ممكن تعمل إيه؟ أنا شخصيا ممكن أعمل إيه في يوم زي اللي حصل ده الأخير اللي كان فيه عدد من الناس كتير وكان في ناس بتسعد الأطفال، ناس مش عارفة يعني أنا مين؟ أنا هروح أعمل إيه؟ أنا موظف أو أنا طالب في كلية أو أنا طالب حتى في مدرسة، أنا ست بيت، أنا أم، هعمل إيه عشان أساعد في حاجة إيجابية؟ أقدر أعمل إيه؟ أنا ظروفي المادية كأم أو طالب أو طالبة أو والد ظروفه مش مقتدر، معيش الفلوس اللي أروح أساهم بيها في هذا الكيان، أعمل إيه؟ الناس في مصر طيبة وبتحب الخير، بس بتحتاج بس يقول لهم ازاي نوظف الخير. صحيح. وازاي ان احنا نعمله. يعني احنا في يوم 57 كل واحد يشارك باللي يقدر عليه، اللي هيشارك بوقته بفكره، اللي هيشارك بفلوسه او يشارك بدمه. يعني احنا كان معانا في اليوم ده كان فنانتنا الجميله ياسمين صبري، هي سفيره الحمل عندنا، كانت هي جت وهي اللي ادارت الحفله ووزعت على الاطفال الهدايا للاطفال المنتصرين، فهي جت شافت ان هي ممكن تيجي تستغل شهرتها بحيث ان هي وحب ليها الاطفال ليها فتبقى موجوده. ناس تانية ممكن تيجي ان هي لو تشارك بوقتها ان انت ترسم بسمة على وجه الطفل، ده في حد ذاته يساعد في علاجه. هو السرطان يعني خلية اتجننت قررت انها تتمرض والجهاز المناعي بتاعك اللي هو الجيش بتاعك مش قادر عليه. طب ايه اللي يخلي الجهاز المناعي بتاعك قوي؟ روحك المعنوية. كل ما تبقى سعيد ومبسوط كل ما يخلي الجيش بتاعك والدفاع عندك يشتغل قوي. فان انت حتى لما تشارك في 57 وتساعد طفل وتخليه ان هو يبتسم، انت كده بتساعده في العلاج وتزود نسب الشفاء، لان في الاخر الحاله المعنويه هي اللي هتتدخل ان جهازك المناعي يبقى قوي فتقدر ان انت تحارب المرض. وبقول للناس اللي عاوزه تعمل خير بس حتى مش في 57، يعني احنا عندنا في المؤسسه بنعمل سي قوافل طبيه في الفيوم وسيوه، بيبقى معانا متطوعين ينزلوا كريس التلوين دي هم يبداوا يلونوا مع الاطفال. يعني احنا مثلا في الفيوم كان قريه اسمها العشره، قعدوا مع الاطفال ناس عاديه متطوعين تقعد مع الاطفال تلون معاها. فانت مش محتاج ان انت تكون دكتور عشان تلون. صحيح. مع الاطفال قصص بسيطه ممكن تقدر تفهمها توزعها، او بعض الحاجات لما يكون معانا مثلا حاجات هنوزعها على الناس. فحتى لو انت من تبرعك انت نفسك لما انت تكون مقدم، حتى لو في قريه مقدم جلاليب، فانت تنزل بنفسك انت اللي توزع الصدقه اللي انت جايبها او الحاجه التبرع. فيبقى مش مهم جدا نزرع في اولادنا وبناتنا من وهم صغيرين
ثقافه التطوع، ثقافه ان انا المجتمع ده لازم اديله. انت عندك الاسبوع كله، طلع من الاسبوع ده ساعتين 6 12، ساعد باي حاجه، ساعد بفلوسك، بوقتك، بفكرك. انت ممكن تطلع لي فكره، يعني كريس التلوين دي عندنا دي من افكار متطوعين، انا ناس اصغر مني ب 10 سنين هم اللي طلعوا لي فكره ان احنا تعالى يا دكتور نعمل فكره كريس التلوين، ناس اصغر مني ب 10 سنين هم اللي قالوا لي تعالى نعمل مسرح حرايس للتوعيه الصحيه، ناس تانية طلعوا لي فكره اللي هي الكوميكس. يعني دي مش افكارنا، دي افكار. بمناسبه كريس التلوين دي، الكريس دي بتاعتي؟ اه طبعا هاخدها انا يعني هديه؟ دكتوره هناء ما جبتلكش الشريطه بس انا جبتلك يعني بس انا بقول الكلمه دي مخصوص عشان الدكتوره انا خدت بالي فانا بقول لك الدكتوره هناء جت لي حاجه جميله جدا. شكرا جزيلا وسعدت بوجودكم معايا النهارده جدا، واتمنى ان الرساله يعني تكون وصلت للناس كلها. يا جماعه احنا يعني بنتلكك على حاجه حلوه، بنتلكك على حاجه ناجحه، بنتلكك على حاجه تدخل البهجه والسعاده على قلوبنا، عشان خاطر يعني ما نشوهش اي حاجه لطيفه حصل. لو عندنا نصيحه حابين نقولها للناس اللي ناجحين نقولها لهم، لو حسينا في لحظه من اللحظات مش عيب ومش مستحيل ان اي مكان يحصل فيه تقصير او خطا مره، لو حسينا بده النصيحه واجبه، ولكن شكل النصيحة بيبقى عامل ازاي. على فكرة بيبقى باين قوي اللي بينصح عشان يفيد، وبيبقى باين قوي اللي بينتقد عشان يكسر. فأكررها لكم مرة تانية، احنا بنتلكك على حاجة كويسة او طاقة نور في وسط حاجات كتير مش لطيفة، فلما الطاقة دي تبقى موجودة خلونا نتشعبط فيها، ونحاول لو محتاجين ان احنا نشوف فيها حاجة اجمل نقول، بس الطريقة والشكل والاسلوب. احنا داعمين لحضراتكم يعني بكل ما اوتينا من قوه، اللي نقدر عليه نعمله. لما يبقى في حاجه لطيفه ونجاح وانجاز حقيقي بيحصل على ارض مصر، سعداء ان هو يستمر، وبنتمنى ان يبقى في اسراع اكتر وعدد سراير اكتر بمجهود المصريين رقم واحد وتبرعاتهم، وايضا من خلال الافكار المبتكره اللي حضرتك قلتي جزء منها النهارده. مبسوط ان حضرتك كنت معايا النهارده دكتوره هناء فريد، مدير اداره الموارد البشريه بمستشفى سرطان الاطفال 57357. اشكرك، شكرا جزيلا. مرسي. مرسي. كل الشكر لحضرتك الدكتور عمرو حسن، المدير الطبي لمؤسسه مصر للصحه والتنميه المستدامه، واللي كان مشارك طبعا في الشريطه الذهبيه والاحتفاليه الكبرى بافكار، وايضا تواجد عناصر من المؤسسه. بشكرك دكتور عمرو، شكرا جزيلا. ونتمنى ان اللقاءات دي تستمر. مش عارف، حاسس ان في حاجه اتشالت من هنا. أيوة. مستنيه تديها لي. ممكن اقوم طيب. هو لازم الواحد يكرر الحاجه اكتر من مره. بشكرك شكرا جزيلا، شكرا لحضرتك يا دكتوره. ولما تشوفوا حاجه زي كده، ولما تشوفوا ان احنا بنتكلم عليها وبتكلم عليها انا والدكتوره هناء ومصر وبقولها لها مره واثنين وثلاثه عشان احصل عليها، ما تستغربوش، ما تستغربوش. ولما دكتوره هناء قبل نهايه اللقاء الرمز اللي بتديه انها بتديني هذه الشريطه الذهبيه، ده مش معناه قيمه هذه الشريطه الماديه ممكن نجيبها من اي مكان نشتريها من اي مكان، انما احنا بنتكلم على المعنى، معنى ان انت تحس ان انت شاركت ولو بخمسين دقيقة في الحديث عن هذا المشروع، شاركت بخمسين دقيقة في التنويه على ان في حاجات حلوة في مصر بتحصل ولازم نساندها، شاركت في ان انت توصل معنى مهم جدا وامل مهم جدا لكل مريض بالسرطان في مصر تحديدا الاطفال. اشكرك على هذا الشرف يا دكتورة. شكرا دكتور عمرو، شكرا لحضراتكم جميعا. واي حد فيكم هيروح يزور المستشفى ويشارك باي شكل من الاشكال، سواء بالشكل المادي او حتى بالشكل المعنوي والتواجد، دكتوره هناء هتديله الشريطه دي. اشكركم، نشوفكم على خير ان شاء الله. 100 100. السلام عليكم.